رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم بصماتنا. البصمة دلوقتي غريبة وحلوة وبتدي تفاؤل وأمل. بصمتنا دلوقتي بتقول إن مهما كان سنك لازم تفضل تشتغل على حلمك. الحلم ما بيوقفش قدامه سن. ومش لازم إن أنا أقول لأ ده في صعوبات قابلتني. ما استسلمش، مفيش حاجة مستحيلة، كله بنقدر نعمله بالإصرار والتحدي. أكيد كل واحد فينا لما بيشوف رسمة حلوة بتعجبه بيقف قدامها وبيلاقي نفسه بيقول إيه الله، وممكن يفضل واقف مطول قدامها وممكن يتصور معاها كمان. ما بالك بقى لما تشوف الرسمات دي أو الرسومات دي واللوحات دي بطريقة جديدة ومبتكرة وأفكار جديدة، حاجات ما كانش يجي على بالنا إن إحنا ممكن نشوفها أو إن نعرف أو نقول الخامة دي ينفع يتعمل بيها لوحة فنية. معانا دلوقتي ضيفين من جيلين مختلفين. معانا منورنا أستاذ أحمد وهبة وأستاذة آية عبد الجواد. مساء الخير. مساء الخير. منورني. سلام. أستاذ أحمد. اتفضلي. موهبة حضرتك عبارة عن إيه؟ بترسم اللوحات بإيه؟ أنا برسم لوحاتي بالرمل. بالرمل؟ آه، بالرمل الطبيعي. آه. ربنا سبحانه وتعالى حب اللوحات، جبال اللوحات، مجموعة ألوان تفوق الخيال. آه. كل الألوان موجودة بدرجاتها إلا اللون الأزرق مش موجود، وذلك أنا ما بستخدموش خالص لأن ما ينفعش يتصنع، لأن هيفصل في اللوحة، هيبقى النظر مش مرتاح فيه. وبحاول إني أوثق حياة اللوحات القديمة اللي أنا عشتها على سني ده، طبعا أنا عشت الكلام ده فيه. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. فأوثقها للشباب وأقول لهم بلدكم كانت كده في يوم من الأيام. اه. وفي نفس الوقت بقول لهم إحنا لازم نعافر، الشباب ما يستسلمش. اه. يخش في أي شيء، أي شيء فيه ابتكار ويعمل اسم ليه، مش شرط أن أنا أكون مقلد. لازم أكون أنا صاحب متميز او متميز ليا بصمه. اه. اللي هو برنامج بتاعنا اللي بيقولوا انا ليا بصمه. بالظبط كده. آه. بالظبط كده. شوف حضرتك، هو كان الموضوع اصلا انا فن التشكيلي في دمي طبعا من صغري، واشتغلت فتره خط عربي واشتغلت مخرج مسرح لمده 7 سنين. يعني الفن في دمك. الحمد لله. اه. فكان لازم اعمل حاجه تميزني عن، او مش تميزني، تعمل لي انفراد عن الجو بتاع الاكاديمي، الناس الاكاديميين اللي طبعا انا مش هجاريهم، انا راجل تلقائي. فانا مش هجاريهم في اعمالهم المدروسه. فانا اخترت ان انا اخد الطريق ده واخد النوع ده من نوع الفن بالظبط اللي هو فن رسم بالرمل. حسيت ان انت مرتاح ان انت تعمل ده. بالظبط. بتبقى مبسوط، بتلاقي فيه نفسك. اكيد اكيد. انا بقعد بالساعات في المرسم بتاعي، مفيش حد بيدخل عليا. لا كبير ولا صغير. أنا هرجع لك تاني علشان أنا حابة أشوف اللوحات، لأن حضرتك قلت نقطة أنا حابة أركز عليها وإحنا بنشوف اللوحات. بس هكلم أستاذة آية الأول. ماشي اتفضلي. أستاذة آية إزيك؟ الحمد لله. إيه فكرة لوحاتك؟ عبارة عن إيه؟ هي اللوحات بتبقى بالخشب. إيه لوح خشب وبيتقى عليه مسامير على الأحرف بتاعته وعلى الخطوط بتاعته، والألوان اللي من جوه بتتعمل بالخيوط. بتتحشي من جوه، بدل يعني كاني برسم بقلم رصاص عادي بالمسامير، ولما اجي الون بالالوان التانيه بعملها بالخيوط تدي كل الالوان. يعني واحنا صغيرين في المدارس كان في حصه اسمها حصه تدبير منزلي. حصه تدبير المنزلي دي كانوا اوقات بيدونا فيها النول او دي شبيهه شويه للموضوع ده ولا يعني؟ ممكن شويه. يعني انت استوحيتي الفكره دي من هنا ولا انت وانت قاعده قلتي لا انا اعمل كده؟ لا، هي الفكرة ان انا كنت بشتغل كروشيه اصلا من زمان. كنت بحب ان انا اشتغل بالخيوط خالص واعمل اشكال مختلفة وكده، بعمل شنط وشيلان ولبس حاجات زي كده. حابة تلعبي بالخيط. بالظبط. طيب اي انا برضو هرجع لك عشان نشوف بعض اللوحات بتاعتك، بس عايزة اكلم استاذ احمد. انا هستأذنك، ممكن تعرض لي اللوحة من لوحاتك او نعرضهم كده؟ ياريت لو الكاميرا معانا. حضرتك وانت بتتكلم من شوية قلتلي الجبال بتاعت الواحات كلها فيها كل الألوان. يعني الألوان اللي أنا شايفاها قدامي دي بالرمل، من الرمل الطبيعي؟ من الرمل الطبيعي، هو حاجة رملي وأنا بصحنه وبصفيه عشان يبقى كله يعني الحجم واحد، ما يبقاش في حاجة بارزة قوي وحاجة صغيرة. بصفيه بيبقى كله بتدعي لواحد، وبعد
ببدأ أشتغل عليه. يعني بقى. الأخضر ده والبني والتدرج درجات اللون البني في الجذع بتاع الشجرة ده لون طبيعي، لون طبيعي، لون رمل طبيعي، لون طبيعي. طب استأذنك كمان واحدة نشوفها. أنا بصراحة شايفة قدامي كلمة إعجاز في فن يعني شوية يعني. ودي كمان كلها مفيش أي ألوان دخيل، مفيش دخيل خالص عليه. وبعدين أنا كمان يعني يمكن عشان تقول الحاجة عليا ده أنا شيلها وحطها وكده، أنا بعمل الشغل ده على حاجات بيئية بحتة. أنا أحب أوي في مسألة أن أنا أغرق المحلية أوي بتاعتي. فبشتغل خشب الدوم، خشب شجر الدوم القديم اللي هم اللوحاتية زمان سكنوا اللوحات زمان. احنا عايزين نعرض اللوحة التانية. أنا أسفة أنا بقطع كلامك بس أنا حابة أشوف باقي اللوحات لأن أنا بصراحة عاجبني جدا. يعني طب يعني اللوحة زي دي هستأذنك نعرضها التالتة. ده البيت الريفي المصري الأصيل وسيدة قاعدة قدام. البيت الوحاتي. طيب سؤال، هل حضرتك بتحدد الاول على الخشب بقلم رصاص وبعد كده بتبتدي؟ لا، لازم الاوتلاين الخفيف ده عشان يعني ابرش عليه. وهو غالبا بيبقى في البورتريه يعني في في عمل اللوحات زي كده بيبقى عادل، يعني ممكن اشتغله البورشه مباشره يعني. لوحه زي دي تاخد وقت قد ايه من حضرتك؟ مش حضرتك، انا اصلا ما بحسبش وقت فيه لسبب، لان انا بشتغل بماده لازم تنشف الاول عشان الالوان ما تخلطش معايا. حضرتك بشتغل اكتر من عمل في توقيت واحد، يعني بحطهم قدامي وبشتغل في جزء وبعدين انقل على الثانيه وبعدين ابقى ارجع ثاني يكون ده نشف عشان ما يحصلش خلط في الالوان. بس ما شاء الله. اللوحات بتاعتك بتطلعي منها قصه ولا الشكل اللي بيجي في بالك بتعمليه؟ وايه اكتر لوحه انت عملتيها حاسه ان انت حباها وقريبه لقلبك؟ لا، انا بختار الاشكال اللي بحسها بتعبر شويه عني. بحس فيها بحاجه يعني برتاح لها كده، مش عارفه، انا بحس ان في حاجات برتاح لها وحاجات لا. هو كل فنان يعني مثلا في المطرب لما بيقعد يدندن مع نفسه بيحس انه ارتاح نفسيا، يعني الرسام لما بيدخل المرسم بتاعه وينعكس شويه رسومات كده بيرتاح نفسيا. انت بترتاحي نفسيا لما بتعملي الكلام؟ خالص. اكتر لوحه انا بحبها هي اول لوحه انا عملتها، هي شكل شبه النجمه كده شويه. والخيط بتاعها خيط رفيع خالص اللي هو بتاع الابره والخياطه العادي. بس هي اول واحده وطلعت مظبوطه جدا، ف يعني انا عزيزه جدا على قلبي، اول تجربه ليا. بتحلمي بايه بقى يا ايه؟ انا نفسي ان انا اشارك في معارض كتير في مصر وبره مصر. انت لحد دلوقتي لسه ما شاركتيش في ولا معرض؟ ولا معرض. ان شاء الله بصمه يكون سبب انطلاقه ليكي والاستاذ احمد ان انتوا تشاركوا في معارض عالميه يا رب. مش بس معرض في مصر، لان انا شايفه قدامي فن رفيع المستوى وذوق عالي، احساس يعني انا بصراحه انا مش لاقيه كلام يساعدني على وصف الروعه اللي انا شايفاها. انت من مسامير وخيط طلعتي لوحه، واستاذ احمد من رمل طبيعي وخشب طلع فن راقي جدا. انا كنت سعيده جدا ان انتوا نورتوني النهارده. استاذ احمد، انا حابه بس حضرتك قبل ما نختم تقول لي برده حلمك ايه غير ان تطلع لمعرض، او حابب تقول للشباب ايه؟ لا، انا عايز الشباب يعافر ويحاول يبتكر، لانه هيلاقي نفسه فيه طالما حبه، هيلاقي نفسه فيه. ما يستسلمش. اكيد الاستسلام شيء مميت يعني. انا بالنسبه للمعارض الحمد لله انا بطلع معارض كتير جدا جدا جدا. حاجات تابعه للحكومه، الحاجات الحكوميه، وحاجات خاصه يعني معارض خاصه. يعني انا عملت في الصاوي وعملت في الثقافه الايطالي والروسي لحضرتك، وقت جه القاهره كل ده عملت فيه معارض خاصه. المعارض الحكوميه طبعا ديارنا تبع التضامن الاجتماعي، وفي تبع وزاره الصناعه. هو كل ده لازم، كل المعارض لازم لازم. لا بطلع، وطلعت مره بره برضه، طلعت البحرين برضه تابع للدوله ان شاء الله. الفنان الكبير احمد وهبه نورتني وشرفتني، والفنانه المستقبليه الجميله قوي والرقيقه والافكارها بجد جديده وحلوه ومبتكره، آية شكرا ليكي نورتيني وشرفتيني. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم، انا بشكركم جزيلا. مشاهدينا خليكم ورا حلمكم.
اوعوا تيأسوا، عفروا هتوصلوا. فاصل وراجعين. هذا البرنامج برعاية